reckon I deserve a medal for this. Good to see you taking this seriously. تخيل لما نستخدم السنايبر وعندي المهارة هذه اللي ترجع لي طلقة، الطلقة اللي أطلقها ترجع في المخزن بدون ما أعشق السلاح. أقدر أطلق على طول. طلقتها بندقية. أيوه. بس لو ضيعت الطلقة تلاقي السلاح يعشق. تعرف إنك ضيعت. خلاص طلعت الشخصية. أوكي. I'm just getting started. Believe me.